البنات بعد ما كملنا من البحر نصور لكم ديكور ديال واحد البحر البحيره فيها لابلاش وفيها بحر استراحه في كي ياكلوا تغيب قام قابلني انتما الناس هما جالسين كيديروا بحث استراحه انتما منظر واعر راه فين كنا دابا جينا هنا باش ناكلوا عاد نمشي عاوتاني ديكم واحد بلاصه اخرى مهم بقاو معايا منظر واعر يلا زيدي يا فين كاين الحمام كيلعبوا بالحمام انا غنجيو دابا ناكلو هنايا واعر المنظر زين واعر المهم نمتعكم شي شويه البنات كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا عندهم مناظر عندهم داكشي زوين واخا الجو مغيم شويه عندهم داكشي زوين الصراحه عندي اجي غدا بقاو معايا حنا دابا غنجلسو ناكلو شو ساره جات شو على ديكور المهم انا كنصور لكم هذه غابه بحال شكل غابه غابه وفيها سميتو بحيره كيعموا فيها الناس فيه لابلاش راني نتوما شفتوا لابلاش كي داير المهم بقاو معايا وغادي نوريكم انتما البنات جينا للجرده هنايا لهاد البلاصه اللي قلت لكم لها لقينا الحمام كتعطيهم الخبز شكي كيدير الاخرين راه مشاو لهيها شتي كياكلوا الخبز وحدين اخرين راه مشاو مليها هذا المنظر اللي كان قلت لكم الاخوان دابا حنا كلينا وغادي نمشيو ليها جيت نصور لكم لقيت واحد البلايصه فيها الحوت بزاف انا وصلت ليها وما يهرب المهم البنات كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وكاين داك البخوشه اللي بحال الباطو كتمشي بحال التياخ كتحرك فوق الماء سبحان الله العظيم المهم البنات كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا شوفوا كي داير على مناظر بس خلابه شوف هنا فين كنا كان كيعوموا دابا راه المهم وريت هذيكم هذه كلها البنات دايز عليها باركين على هذه البحيره كامله دايرين الطابلات فين كيجي ياكلوا بنادم من كلها كتشوف داك الصوت ايما نتوما كتشوفوا هي هاد البحيره جايه على الغابه وسط الغابه وهما استغلوها بحال شكل بحر صغير وما راكم شفتوا كي داير البحر انتوما شوفوا نصور لكم نكبر الصوره شويه باش تشوفوا شوفوا نقيه نقي نقا نقا والله ما تلقاو السبل حتى بالنسبه للحاضرين ليهم سميتو فين كيديروا داكشي ديال الزبل ودايرين لهم الميكات ديالهم وكلشي حنا كيديوهم ويديوهم عندهم ديورهم كيسرقوهم المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو استمتعوا ليا شويه استمتعوا ليا في الطبيعه استمتعوا كاينين شي الاخوان ما كيعجبهمش هذا الشيء كيبغيو يعجبهم كاينين شي بعض الناس ما كيبغيوش الطبيعه يتمتعوا شي شويه في مناظر كيعجبهم الاخبار يعجبهم فضائح يعجبهم كيبغيو يعيشوا حياه طبيعيه لا هادو كيبغيو يعيشوا حياه مخروضه داكشي اش ما كاين كنشوف الناس ما عندهم غرض في هاد الفيديوهات ديال الحاجه اللي يستافدوا منها الناس لا كيبغيو غير الفضائح ويبغيو يسمعوا الخبار والخبار كنتمنى لكم البنات كنتمنى لكم الاخوان حاولوا تجنبوا هاد فضائح حاولوا جنبوهم حاولوا تستافدوا اللي غادي تشوفوا القناه اللي تعطيكم ماشي تنتمنى وصافي يعني وشكرا لكم كاملين هادشي اللي كاين كنتمنى ان يعجبكم هاد الفيديو البنات وشكرا لكم بزاف البنات ها هو اللي قلت لكم داير بحال شي شوفوا البخوشات كي داير كي كيتحركوا ها بحال باطويات فوق الماء البنات انا نكمل لكم
بغيتكم باش تشوفوا لي بان انا هي مولات القناه اللي كنهضر فيها حيت ما بينتكمش قبيله. المهم انتم كي جاكم هذا المنظر هذا بصراحه الله انا عجبني 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 هذا الجو هذا والله ما كتكون حشي راسي هنايا في هذه البحيره باينه بصراحه الله. والله ما كنتش عليكم استمتعت بهذا الخريجه واستمتعت بهذا السفر وكنشكر اختي بزاف وراجل اختي صراحه الله ما محرميناش وكتسمح مسكينه في شغلها وكتفديني كنشكرها بزاف بزاف الله